يلا حيوا ضيوفنا. السلام عليكم، يا هلا ويا مرحبا فيكم في بيت الحزاوي. أمر أبوي تونا متقدين وأنا دايخة تعبانة، بنام شوية. قوم أبوي يقعدوا لعبوا هناك بالصالة بهدوء. سمعته ولا تفتشون الباب حق أحد؟ مو بس من يدق الجرس ركضت وشرعت البيبان إن شاء الله. زين أبوي، ترى يصير فيكم مثل حبيش وربيش. منو إيه؟ حبيش وربيش؟ منو حزايتهم؟ حزاية القايلة الحين صار إن شاء الله بالليل حازيتكم فيها. بنام شوية برتاح. إن شاء الله عليكم. زين تعال تعال جنبي، تعال يلا ادنو، يلا تعال 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 انت مني، تعال مني، خلو اخوك يدني. يلا صلوا على النبي. اللهم صل وسلم عليه. كان في يوم من الايام هذه عنزه، وهالعنزه عندها عيال اثنينه صغار شحلينهم وفرحانه فيهم، واحد اسمه حبيش واحد اسمه ربيش. كل يوم تطلع وياهم تروح المرعى، ويرعون من هالخير وهالخضرة وهالحشيش والدنيا، ويأكلون ويشربون ماء ويستانسون ويلعبون طول النهار، ولي صار المغرب ردوا بيتهم وينامون، ولي صار الصبح طلعوا مرة ثانية. في يوم من الأيام سمعت أمهم حس الذيب وهم يعني بالليل نايمين، سمعت حس الذيب يأوي. كانت تقول لي الحين شلون باكر الصبح اطلع مع عيالي اوديهم وياي؟ تقول لا، احسن شيء خليهم، اخاف انا اقعد اكل واشرب ودي والها عنهم، ولا يروحون عني بعيد ولا شيء وياكلهم الذيب. ذاك اليوم يوم قعدوا الصبح ما اخذتهم وياها، قالت لهم شوفوا ابيكم تقعدون في البيت هني ليه ما ارد، ولا يكون تفتون الباب حق احد لحد ياكم. كان يقول لها انزين اذا انت طقيت الباب شلون نعرف؟ كان تقول لهم اذا انا بمد لكم ذيلي من تحت الباب وانتوا جيسوا، اذا ناعم هذه انا، اذا الذيل خشن حرش هذا ترى ذيل الذيب، ليكون تفتشون للباب. قالوا لها ما يخالف، طلعت سكت عليهم الباب وراحت. قعدت طول النهار تاكل تاكل وتشرب ماي عشان يصير فيها حليب وايد تروح ترضعهم، وخذت لهم بعد شويه وياها من هالخضره اللي بالبر الحشيش والزرع، قصصت لهم حطتها على قرونها وراحت البيت. راحت البيت طقت الباب، كان يقولون منو؟ كان تقول لهم انا العنزه العنازيه اللي حلبتي جزازية، في دويدي حليبة وعلى قروني حشيشة، يا حبيش يا ربيش فتشوا لكم الباب. كان يقولون لها مدي ذنيبك، كاننا نعيم ذنيب امنا، وان كاننا حريش ذنيب الذيب. كان تقوم العنزة استانست ان عيالها طاعوا كلامها، وكان تقعد وتمد لهم ذيلها من تحت الباب. يوم جاسو
كذي الا ناعم. كان يقولون امنا امنا كيت امنا كيت امنا، فرحوا وفتشوا لها الباب ودشت وحطت لهم هالخضره اللي جايبتها ورضعتهم واستانسوا وفرحوا وقعدت معاهم طول الليل. وقامت كل يوم تسوي كذي، تسك عليهم الباب وتخليهم وتروح هي ترعى وترد لهم المقر، جابت لهم الحشيش وجابت لهم الحليب والدنيا. ذاك اليوم الذيب حط باله على العنزه ليت، شو تقول لي طقت الباب؟ كان يروح بيتهم ويوقف عند الباب ويقلد صوتها، كان يقول لهم انا العنزه العنازيه اللي حلبتي جزازيه، في دويد حليبه وعلى قروني حشيشه، يا حبيش يا ربيش فتشلمكم الباب. كان يقولون له مدي ذنيبك، كان نعيم ذنيب امنا، وكان حريش ذنيب الذيب، هو ما درى انه يقولون لها كذي. تفاجأ كان يقوم يمد ذيله تحت الباب، جاسو ولا حرش خشن، كان يصرخون الذيب 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 ويركضون مكان لمكان، كل واحد يتخششون. واشوا ما فتشوا للباب، راح الذيب بس شنو راح عقب ما عرف السالفة. يوم يتمهم بالليل جابت لهم الحليبة والحشيشة، دشت وعطتهم عشتهم وقالوا لها، قالت لها شفتوا شلون عرفتها وحطوا بالكم هالمرة، عفي عليكم اللي سويتوا كذي هالمرة، بس المرة الثانية حطوا بالكم. ذاك اليوم الحين عرف الذيب السالفة ايش سوى، راح بيتهم كان يقوم يبلأ مله درسها دهن، ها وكان يغطس ذيله بالدهن عشان يصير ناعم، وقام كل يمشط ينسل 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 ذيله ويلحسه وينقع بالدهن ويقسله كل يوم، لما قعد له كم يوم بس منقع بالدهن عشان يصير ناعم. ذاك اليوم راح لهم كان يطق الباب، كان يقولوا له منو؟ كان يقول انا العنزه العنازيه اللي حلبتي جزازية، يا حبيش يا ربيش فتشلمكم الباب. كان يقولون له مد ذنيبك، كان نعيم ذنيب امنا، كان حريش ذنيب الذيب. كان يقوم ذيله من تحت الباب، جاسو ولا ناعم مش حلوه من الدهن كل يوم ينقع ولا ناعم. كان يقول امنا كيت امنا كيت امنا كيت امنا، ويشرعون الباب حق فتشوا الباب، الذيب هاجم عليهم وهم شافوه اخترعوا تهروا كذي قعدوا متهرين ما ادري شو يسوون. وتم الذيب يركض وراهم ويركض وحكرهم، صك الباب وحكرهم داخل الدار، مخفاف صغيرات يراكضون يراكضون يراكضون، وما غيره يفتر يركض وراهم ويركض وتخششون وطمرون مني وطمرون مني وطمرون مني، ماكو فايده. ليه ما اسم اللي علينا بلعهم ثناتهم بلعهم واستانس ترس بطنه وراح بيتهم، دش بيتهم صك عليه الباب وقعد. يوم صار المغرب كانت هي العنزة طق الباب، كل ساعة قالت انا العنزه العنازيه اللي حلبتي جزازيه، في دويد حليبه وعلى قروني حشيشه، يا حبيش يا ربيش فتشلمكم الباب. ما حد يرد عليه، ويا حبيش يا ربيش فتشلمكم الباب فتشلمكم، ماكو. تقط الحشيش تكسر الباب وتدش ولا ما حد في البيت. ضاق خلقها تكدرت على عيالها، عرفت قالت ابدا هذا اكيد هذا ما كل الذيب هو اللي اكلهم، شو تسوي وين تقدر على الذيب، هي عنزه تخاف بعد ياكلها. كان تقوم فكرت كان تروح حق الحداد، راحت حق الحداد كان تقول له ابيك تسوي لي قرون حديد، ابيك تكبرهم بعد تسويهم كبار علشان تروح تنطح الذيب وتشق بطنه تطلع عيالها. قعد الحداد يشتغل يشتغل يشتغل، ما سوى لها قرون
يكبرون احطوا الكبار كذي ولبسها حطهم على راسها على قرونها. ولبست القرون وراحت البر تدور بيت الذيب وتدور تدور تدور لما وصلت بيت الذيب عشان توقف عند بابه وهو خامر داخل. كانت تقول انا العنزة العلازية اللي قروني حديدية من اكل حبيش وربيش ينازلني عشية خلي يطلع لي اللي ما اكل حبيش وربيش خلي يطلع لي. خاف الذيب كان يقول انزين زين زين الحين 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 اطلع لك بس خل اغسل يدي. تنطر 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 طقت عليه الباب انا العنزة العنازية اللي قروني حديدية من اكل حبيش وربيش ينازلني عشية. كان يقول لها صبري 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 خلنا اغسل وجهي وكل ساعة اطلع لسه وكل ساعة قال لها بتبدل وكل ساعة قال لها نطر شوية خلنا اسوي بيتي وهذا. عطلها وهي مستعيلة خايفة على عيالها ينفقصون داخل بطني ينهضمون بعد اللي راحوا وخلاص مدام توهم. كان تقوم طق عليه الباب وتكسره. يوم شاف كذي كان يفلت منها ويركض وكان تركض وراه ورا ورا لما حكرته بالبر صادته ما قدر يحوس. كان تقول له كان لك انت تقول انا ذيب وقوي يلا امشي صارعني تو كذي بيطب عليها وكان طقه طقه بقرونها هالحديد اللي توها مسويتهم وتسرد بطنه كله شقتها كذي وتطلع عيالها طلعون يما 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 وفرحت فيهم. والذيب طبعا بعد بطنه مشقوق ما طاح بالبر تشرقت كذي تيبس وهي خذت عيالها وفرحت فيهم وردوا بيتهم. وعقبها بعد قالت خلاص ما هجكم بروحكم ابد الحين صدق افتكينا من الذيب لكن بعد ما يندرى عنكم اي احد بعد يسوي يقلد صوتي ولا يسبق ذيله ولا يسوي فيه شيء وتشرعون له الباب وتروحون فيه هالمره الله سبحانه وتعالى ستر وطلعتكم هالمره الثانيه بعد ما يندرى. والحين انتوا تحطون بالكم تخلوني انام نومه هنيه نومه القزلان بالبريه ان شاء الله وانتم ما تفتشون الباب حق احد سمعتوا مو كل ما حطق الجرس ولا شيء ركضتوا سمعتوا اول تقولون منو بعدين تيون تقعدوني سمعتوا يلا بوي.